سلام عليك يا ست الناني. ولا الست تمر حنة في زمانها. ايه مش عاجبكي؟ خلاص ولا الست اسمهان في فيلم الفرح. ايه رايك؟ ايه الحلاوه دي يا نجمه مصر؟ الله اكبر، المسرح كان هيتكسر من اللي بيحصل عليه. بطل بكش يا عزوز، انا مش عارف اشتغل يا اخويا ولا جاي لي مزاج من غير سوكه، وكل يوم اكلمه مش لاقياه، وكل يوم اقول هيجي وما بيجيش. ما تقلقيش يا ناني، ولا يهمك، انا كلمت المحامي وهرفع عليه قضيه. اه ده داخل على اسبوعين دلوقتي مختفي وقافل موبايله، وامه كمان ما بتردش. محامي ايه وقضيه ايه يا راجل انت؟ ده سوكه. الله، يعني يخرب بيتي واعمل له شهاده تقدير. انا هنزل له بطن البقره حايله واجيب. تعالي بس استني شويه، خدي ايه دي؟ دي لا مؤاخذه ورقه طلاق، اصل المحضر جابها هنا على الكباريه. الله الله الله، ايه يا ناني؟ ده انا قلت الموضوع ده هيفرحك. سلومه ده زباله وعره الرجاله، وانا عمري ما حبيته، بس هو حب يهني عشان كده بعت لي الورقه على هنا. وعموما العشره ما بتهونش الا على اولاد الحرام، وانا بنت حلال يا عزوز، فهمت؟ فاهم والله، بنت حلال فعلا مقصره ناني، وعشان كده بقى انا بستغل المناسبه السعيده دي وبطلب ايدك على سنه الله ورسوله. ها قلتي ايه؟ الله، ايه بس؟ في ايه تاني؟ انا اول مره اتطلق فيها، وانت جاي دلوقتي تقول لي اتجوزك؟ لا معاك حق يا ناني، هي الواحده بتتطلق كل يوم؟ عامه دوريها يا حبيبتي في دماغك وفكري فيها كويس قوي على مهلك، وانا مستني يا نجمه مصر، مستني على نار والله. حبيبي حبيبي يا عسل. انا مجمعاكم النهارده عشان نتيجه امتحانات نص الشهر اللي كوريا هتسافر بعدها. انا بالنسبه لي النتيجه 10 على 10، الاوراق كلها تمام، والفيزا هتبقى جاهزه كمان 10 ايام. ممتاز. اما انا فالنتيجه بالنسبه لي 0 من 10 في كل الدروس اللي انا بديها لها، فشل ذريع، مفيش تقدم 1%. ازاي دي لعبتك يا هايدي؟ ما عرفتش تتعلم منك ولا حاجه خالص. قص عليك يا كوريا، مخبيه عليا يا بنتي ان ما وريتك ما بجاش. انا اللي مستني النتيجه دي بفروخ صدر. تسقطي يا ام زيرو من 10. اهم يا بنتي يا كوري، تسمعيش الكلام ده كله. علام ايه وهباب ايه؟ قال هو بعد ما شاب ودوك كتاب. كوري يا بنتي، وبعدين احنا كلنا حاطين امل عليك. هو في ابو الحاج انت وهي، ما انا مرسياكم من اول. انا ماليش في دلع البنات الماسخ ده، انا تلاقيني في الجدعانه، تلاقيني وقت الضيقه، تلاقيني في الزنقه، لكن تقول لي حط احمر واخضر وامشي تقصعي زي البنات، اقول لك لا معلش ما نعطلكش. وبعدين خلاص فضوكم الحوار ده خالص، انا هرجع بيتي، مش لازمني الكلام. هتوحشني قوي يا صاحبي، انا مش عارف من غيرك اعمل ايه. خلي بالك من نفسك يا كبداكي، عشان خاطرك كبداكي وتغطى كده بس بقى. وانا طالع ليبيا اشتغل؟ ده انا طالع اليونان شويه وراجع سوكه. فيه ايه يا كبداكي؟ انا ماليش الا انت، ده انت اخويا وابويا وكل حاجه ليا. انت قد مالك بقيت سايح كده ليه من ساعه ما البت دي سابتك؟ ما تفوق كده يا سوكه، شوف شغلك ده، لو كانت ضربه مطوه كانت خفت. ده انتوا بقالكوا اسبوعين. بقول لك ايه، امسك يا سوكه دول 20,000، تدي 10 لامك و10 لكوريا، وتقول لهم ان كبداكي جاب لكم فلوس البيت اللي كان هياكلوا عليكم سلومه، وقول لهم ان كبداكي جدع يا سوكه. انت اجدع صاحب في الدنيا، بس فيك شويه عيوب، بس احلى حاجه فيك ان قلبك ابيض. يلا هتوحشنا يا صاحبي. وانت كمان. لا اله الا الله محمد رسول الله. خلي بالك من نفسك بس بقى. سلامك كبداكي، خلي بالك من نفسك يا صاحبي. صباح الفل، مع السلامه يا مصر. السلام عليكم يا رجاله. شد حيلكم، مش عاوزين حتى انا، اديكم شايفين الاسمنت والحديد سعرهم بيزيد يوم عن الثاني. خير يا اخينا، في حاجه؟ لا مفيش حاجه، جاي بس اتابع العماره وشغل العماره. وفي يا عم انت عاوز ايه؟ انت اللي في ايه؟ انا شريك في العماره. انتوا مين بقى؟ شريك مين يا عم انت؟ شريك المعلم عرفه صاحب العماره. معلم عرفه مين؟ العماره دي بتاعت ابونا المعلم روماني هنداوي ومالوش شركة. روماني مين ومالوش شركة ازاي؟ بقول لكم انا شريك المعلم عرفه في العماره. يا عم انت جاي ترمي بلاك علينا ولا ايه؟ لو شفتك هنا تاني عليك على باب العماره واجيب لك الحكومه، نصاب ده ولا ايه؟ يلا يا عم تيجي على الله، مالك ابيض. الله 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 الله، ايه الحكايه؟
وانا اتضحك عليا ولا ايه كده كبداكي؟ ماشي يعني انت كبداكي؟ يعني انت يا واد جبت لي المرستان اللي بره ده وسبتني وهربت كده؟ ها عزوز قرفني كل يوم بالتليفونات بيسال عليك، انا مش عارفه ارد اقول له ايه لان انا مش عارفه اراضيك فين. اديني قاعد يما في البنسيون اكل شارب والحمد لله بدعواتك يما، ربنا ساترها معايا. انزل اروح فين بقى يما؟ يا ولا يا ولا على يا ولا، وانزل شوف اكل عيش. ما ينفعش كده، الله الشقه دي هندفع ايجارها منين؟ هناكل ونشرب منين؟ وادي احنا جبنا العربيه والحمد لله، وبحوش لك عشان اجيب لك الشقه، وصيتك والحمد لله مكسر الدنيا. اما بقى عن البت الممرضه ده ايه، فلا يا حبيبي، ست ستها تتمنى تراب جزمتك. انت من النهارده بقى تنزل تروح الكباريه. بقول لك ايه يما، ولا انا رايح ولا جاي، ومن الاخر يما بقى العيشه بتاعتي دي ما بقتش عجباني. لا بقول لك ايه، لا ده انا من صباحيه ربنا هاخدك لاتنين شيوخ يقروا عليك. لا والله العظيم ده انت معمول لك عمل كلب تافه فيه. كلب ايه يما قطه ايه؟ بقول لك ايه، خدي الوكب ده كده، جاب لك ال 10000 جنيه دول بتوع التنكيس، سلكهم من سلومه، اتفضلي. جدع يا ولا انت وكبداكي، حر ونار في جتته الواد سلومة الحرامي ده هو، برافو عليكم والله. انا نازل يما، عايزه حاجه؟ حبيبي مش عاوزه حاجه، انا عاوزاك بس كل يوم تعدي عليا. عقل روحك كده، وبعدين ده احنا ما صدقنا الميله اتعدلت، هنعوجها تاني ليه؟ ها خليك ناصح يا ولا. ادعي لي يما. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يحرمني منك. عايزه حاجه يما؟ لا يا حبيبي. السلام عليكم. عايزاك طيب مع الف سلام. بقول لك يا خالتي، انا هقلب المحل فول وطعميه واخدك معايا يوماتي، مش هحبسك هنا خالص. خلاص يوم ايه بردك؟ لو البيت وقع واحنا بره يبقى ربنا نجاتنا مع بعض، وقع واحنا جواه يبقى ربنا خدنا احنا الجوز مع بعض عشان نتحمل القرف اللي احنا عايشين فيه ده. تتعير فين دنيا واخره؟ مش عايزه اروح معاك حتى انت. والله على قولك، وانا مين عايز يعاشرني وانا حيه؟ ما هيعاشرني وانا ميت. مين؟ طيب يوه يا الدنيا طارت. ايه يوه افتحي. ايه ده خير؟ ازيك يا خال؟ كوريا. ازيك يا سوق عامل ايه؟ ادخلي. ازيك يا خالتي؟ ازيك يا حبيبي؟ مين الواد ده؟ سندوتشا. كيفك يا حبيبتي؟ كيفك؟ الواد ده مين؟ ده سوق يا خالتي. ابن ام سوق؟ يا خالتي. ابن ام سوق. ايه ده؟ ايه ده مالك؟ فيك ايه؟ لا ولا حاجه. اصل كوريا سوق متضايق ومقاطع الشغل بقاله فتره. متضايق علشان البيت الممرضة اياها دي، وانا طول الطريق بقول يا عم فضك فكك، الشغل اولى بيك. بقول لك يا سوك، اسمع للخال، هو معاه حق، الحب والحاجات دي خلاص خلص، خلص من ايام الله يرحمه عبد الحليم حافظ. اقول لك على حاجه، يا اما هو مش مكتوب للي زينا، فمن الاخر روح شوف اكل عيش. ولا اقول لك على كده بحلم بيك، بحلم بيك. شوف الروقان والنبي. قول ايه؟ وين ما سالتش فيا يبقى كفايه عليا. خدها كوريا. ايه؟ 10000 جنيه دول بتوعك، بتوع تنكيس البيت. ابراهيم عمل حوار على سلومه جابهم لك منه، بقول لك عشان تعرفي ان هو جدع. جابهم ازاي؟ ايه اللي جابهم ازاي؟ وجابهم منين وصرفهم منين؟ عبال ما تعرفي كل ده هيكون البيت وقع على دماغك. يلا يا كوريا هملي. والنبي فيك الخير يا كبداكي. طب هو ما جابهمش هو ليه؟ جاله عقد في اليونان وسافر يا كوريا. ايه؟ عقد في اليونان؟ وانت زي ما تقوليش يا سوك. والله العظيم ما اعرف يا كوريا، انا زي زيك بالظبط. فوجئت على باب المطار. عارفه الست اللي كانت في المستشفى اللي بنتها اسمها نجوان؟ نجوان هي دي اللي جابت له العقد، ومن الاخر كده ابراهيم خلع وراها. راح وراها؟ يا ابو دل نجس عمره ما هينعدل. بقول لك يا خال، اتصلي بجولي دلوقتي حالا. يلا حبيبي بالراحه. بالراحه. طيب بالراحه. بسم الله. استنى. لا استنى. ايوه كده. معلش. ايه ساكتة ليه؟ لا مفيش، اصل بفكر انزل القنصلية بتاعتنا عشان اطلع بدل فائد الباسبور بتاعي، ضايع مني ومش لاقياه. ضايع ازاي؟